لأول مرة بعد رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، افتتحت دار الأوبرا بدمشق أبوابها وأقامت حفلاً موسيقياً على شرف المؤلف الموسيقي السوري عبد الفتاح سكر، وهو أول حفل يقام منذ 12 من آذار مارس. وبعد توقف دام أسابيع جراء إجراءات العزل العام بسبب تفشي كورونا عالمياً، تشعر منى هلال وصديقتها تمل فوق العادة بالحماس الشديد لتمكنهما أخيراً من حضور عرض موسيقي في دار الأوبرا بدمشق. أنا معه بس هو بغير محل هلأ. ما صدقنا، مباشرة قررنا أنه نقطع، يعني بغض النظر عن سعر البطاقة وأنه في تباعد بين المقاعد، بس نحن يعني مثل ما بيقولوا من وقت ما بديت الدار نحن مداومين هون أنا وصديقتي، فكتير نحن بنهتم بكل شيء بتقدم الدار إن كان شرقي وإن كان غربي. ورغم الأجواء الموسيقية التي تغطي المكان العام، اتبعت إجراءات التطهير عند مدخل الدار وقيست درجات حرارة الزوار وأجلسوا في القاعة وفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي. يعني نحن تابعناه مع الدار على النت، فهني ما قصروا، صاروا يذيعوا كل الحفلات اللي القديمة والشيء اللي كانوا يعملوه على النت، يعني عرفت الشيء الجخلات الجماعية وهذا، فكنا نحن نتابعها، يعني شوي سدت هذا، بس مو مثل الحضور الشخصي. وأثناء فترة الإغلاق أتاح دار الأوبرا على الإنترنت تسجيلات للعديد من حفلاتها وعروضها السابقة، كما قامت بعض العروض المباشرة على الإنترنت.